أوقاتكم مشاهدي ومتابعي الفضائية التربوية السورية، جانا لكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. مشاهدينا، عنا أعضاء حيوية بالجسم بتتأثر بشكل سلبي بصيام شهر رمضان المبارك، ومنها العين، وهون المشكلة اللي بيتعرض لها طفلنا وبينزعجوا ببعض الأحيان، بس الأكيد من السهل إنه نبعد عن هاي المشاكل لما منلتزم نحن وأطفالنا بهاي التعليمات اللي حيحكي لنا عنها الدكتور محمد سامر نعيم، اختصاصي بطب العين وجراحتها. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن عيون الأطفال لا يمكن فحصها حتى يتمكنوا من القراءة، ولكن ذلك غير صحيح، حيث يعد اختصاصيو تقويم البصر متخصصين في فحوصات الرؤية لدى الأطفال، وهناك مجموعة من الطرق لذلك وفي مختلف الأعمار. وعلى الرغم من أن فحص الرؤية عند الأطفال الصغار جدا لا يمكن أن يكون دقيقا تماما، إلا أنه يمكننا من الحصول على فكرة جيدة جدا عن قدرة الطفل على الرؤية الطبيعية المناسبة لسنه. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع اختصاصيو البصريات وأطباء عيون الأطفال بالخبرة في إجراء فحوصات النظارات وفحوصات العين الكاملة عند الأطفال من جميع الأعمار. بناء على نتائج فحص العين، سيخبرك طبيب العيون بمدى احتياج طفلك للمتابعة. عادة إذا تم وصف النظارات لطفلك للمرة الأولى، فستتم متابعتهم من قبل اختصاصي تقويم البصر، والذي سيقوم بتقييم تقدم الطفل على استخدام النظارات. لا تظهر بعض أمراض العين أي علامات أو أعراض، لذا فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي أخذ طفلك لإجراء فحص البصر. في الحالات التي لا توجد فيها مشكلة ظاهرة ولا يوجد تاريخ عائلي بارز للإصابة بالحول أو العين الكسولة أو أمراض العين الخطيرة في مرحلة الطفولة، نوصي بإجراء فحص سنوي للعين ابتداء من عمر 3 إلى 4 سنوات. وبمجرد بلوغ الأطفال 9 أعوام فما فوق، ينصح عموماً بإجراء فحص للعين كل عامين، ما لم ينصح طبيب العين بغير ذلك. دكتور، بداية خلينا نتعرف عن أول زيارة لطفلنا بتكون بعيادة العيون. تمام. هلأ يعني في شغلات عم تخلي الأهل ينتبهوا إنه في عندهم مشكلة عند الطفل عم تخليهم يرجعوا لعند طبيب العينية. صحيح. هي الشغلات أهم ما فينا نحكي، مثلا موضوع أنه يكون في الطفل عم يحك عينه. الحكة هي شغلة بتخبي وراها واحد من عدة أمراض، قد تخبي وراها موضوع جفاف، قد تخبي وراها درجات، قد تخبي وراها مرض سطح العين نحن نقدر نعالجه مثل تخريش أو التهاب. أحيانا بيكون موضوع الحول، وأنه بيقولوا لك أنه الببو يعني تبع أحد العينتين عم يروح باتجاه غير العين الثاني. بعض الحركات الغريبة اللي بيسووها الأطفال، إنه أحيانا مثلا بيشد هيك أو بيميل راسه، أو يعني بيكون في وضعية بقعدته مو طبيعية. يعني موضوع احمرار يعني التخريش، بيجي الطفل أحيانا عم يشكي شكاية غير مفهومة، بس إنه عم تتكرر، يعني إنه مثلا عيني فيها مثلا لنفترض رمش أو هيك، يعني بتلاقي الطفل عم يعبر عن شكايته بس هو ما نعرف أن يعبر صح. تمام. فنحن بدنا ننتبه إنه وقت يكون الطفل عم يعبر بهيك شكاية وتتكرر هي الشكاية، إنه نحن ناخد الموضوع على محمل الجد ونعمل له زيارة لعند طبيب العيون. أكيد. طيب دكتور، إذا كان أنا عندي مشكلة كيف فيني أقويها؟ هلأ موضوع ضعف النظر عند الأطفال، يعني نحن فينا نقويه بمجمل الحالات الصراحة. تمام. يعني الطفل ممكن يجي بحالات مثل ما حكينا، أمراض سطح العين، أمراض الحول، الزرق، انسداد الجفن، درجات اللي هي كتير أشياء موضوع عند الأطفال. صحيح. سواء درجات المد والحسر، يعني نحن في عم يكون في عنا علاج سواء بالنظارات، بالتغطية، بالعمليات الجراحية، أحيانا بس أطرات نقدر نحسن موضوع ضعف النظر عند الأطفال ونقدر نحله تقريبا بشكل شبه كامل. بعض الأمراض اللي في خلينا نحكي نحن أمراض عضوية عم تصيب مثلا الشبكية أو العصب البصري، هون نحن ما كتير نقدر نقدم للطفل، لأنه ما في شيء نقدر نحاول نصلحه كونه يعني مرض عصبي يعني نوعا ما، لكن بنحاول نحسن حدة الإبصار لأفضل شيء ممكن كرمال إنه يقدر يعني يمشي أموره اليومية بشكل مستقل عن أهله. طيب دكتور، إيمتى بيتوقف نمو ضعف النظر؟ هلا إذا بدي أحكي لك هيك عمر معين، إنه نحن بدنا نقول 15 سنة.
بيختلف الموضوع حسب شو السبب اللي سوى ضعف النظر. يعني نحن ما فينا نقول لك انه انا مثلا في شغلات رح تضل تنحل معي لعمر 15 سنه، لا، في شغلات لازم تنحل باول شهرين من الولاده. صحيح. تمام. دائما لازم يكون الاطفال الاهل عندهم انتباه للاطفال انه اذا في عندي مشكله خليني راجع بكير. لكن العمر اللي انا فيني اقول لك انه بعده نحن ان شاء الله، يعني اذا كان لل15 نظره منيح ان شاء الله بعد ال15 هون ثبتنا وفينا نحاول نرجع النظر في حال صار في اذيه لاحقه ان شاء الله. تمام. طيب نحن كيف فينا نحافظ على صحه عيون اطفالنا بشكل سليم؟ هلا في شغله بدنا ننتبه عليها انه لحتى حافظ له على عينه لازم انا اكون خالق له عادات جيده انه هو طمع. يكون متابع عليها مواظب عليها لحتى هو يكون عنده حمايه للعين تبعه. من هاي العادات انه انا اخليه يكون في عنده موضوع النظافه الشخصيه، نظافه الايدين، ما يقرب ايديه على وشه، ما يقرب ايديه على عيونه، ما يكون في حكي ابدا للعيون. موضوع انه نحن ننتبه للغذاء، الغذاء يكون يعني متوازن متنوع بيحتوي خضار الفواكه الحليب البيض السمك الى اخره. موضوع شرب السوائل بشكل، احنا برمضان بنأكد على الموضوع لانه بيكون في صيام كتير فترات طويله شوي، وبرات رمضان حتى موضوع شرب السوائل بشكل منتظم متوازن على فترات النهار كتير موضوع مهم. موضوع ننتبه ل يعني جلوس الطفل اثناء الدراسه والاناره تكون جيده. أكيد. ما يكون في عادات قدام الشاشه، يعني قدام الشاشات بشكل مباشرة. طويل، لانه نحن الشاشه بتخلي الطفل يخليه يعني دائما عم يطلع على الشاشه ما عم يرمش، فنحن عم يزيد موضوع جفاف العين. فاذا كان في عنده هو اصلا مشكله عم تساوي جفاف، لنفترض هو صايم او هيك وقعد قدام الشاشه عم يزيد موضوع جفاف العين. لذلك لازم نحن في قاعده بيسموها يعني 20 20 20، فانا خليني كل 20 دقيقه خلي الطفل يرتاح لمده 20 ثانيه على شغله بعيده عنه تقريبا حوالي 6 امتار، هي 20 فيت يعني 20 قدم. تمام. يعني خليه يطلع من الشباك او يطلع على البرنده او يعني يريح على مسافه بعيده لمده دقيقه، لنفترض كل ثلث ساعه او نص ساعه. اكيد. تمام. يعني بيهمني انا انه الطفل دائما يكون شفنا عاده سيئه نحاول نخليه يتجنبها تماما لحتى يكون دائما عينه بشكل سليم. صحيح. ان شاء الله. طيب دكتور، بما انه نحن بشهر رمضان، شو هي اهم الاغذيه اللي بتنصح اطفالنا يتناولوها؟ هلا موضوع الاغذيه انا بحب ركز، تمام، انا بحب ركز على التنوع. يعني دائما التنوع بيخليك تاخذي كل شيء. فالخضار من اهم، اللفت، السبانخ، موضوع الملوخيه، البرتقال، الجزر، الموضوع يعني اذا بدنا ننتقل للفواكه، السمك، البيض، الحليب، خليني يعني السمك، وفي شغله يعني فينا نقول انه اللوز وهالشغلات اللي نوعا ما مفيده للصحه مضره للجيب هنا هلا صايره. صحيح. بس يعني التنوع هو اهم شيء. اكيد. طيب دكتور، نحن باي عمر بنقدر نعطي الاطرات الدمعيه؟ الاطرات الدمع الصناعي هي امنه تماما عند الاطفال. نحن دائما هي اصلا العلاج الاول والعلاج الاساسي للاطفال اللي عندهم مشكله او جفاف بالعين. تمام. لذلك يعني نحن احيانا بنعطيهم بدون ماده حافظه لحتى اذا في الطفل بيلزموا هذا الموضوع انه نحن ما نعطي ماده حافظه كرمال ما يكون في تخريش لسطح العين، او احيانا بنعطيها بشكل طبيعي يعني مع ماده حافظه، لكن هي امنه تماما والطبيب هو قادر انه يحدد شو نوع الاطره المناسبه للطفل. تمام. باي عمر بنبلش فيها؟ هلا في انا بشكل عام بحس الاطفال هن يعني ما بحاجه اطر الدمع الصناعي الا مثل ما حكينا اذا كان في عامل ثاني عم يساوي عندهم موضوع الجفاف. تمام. فانا ممكن بلش فيها من يعني حتى من تحت السنه فيني بلش بقطره الدمع الصناعي. تمام. لكن بهالاعمار ما كثير نحن بنضطر لها لانه لسه ما بتكون تطورت اذيه يعني عم تساوي جفاف بشكل شديد عند الاطفال. تمام. دكتور، قديش مهم شرب المي خصوصي برمضان لانه منصوم لساعات طويله بالنسبه لجفاف العين؟ تمام. هلا الصيام بشكل عام يعني هو له تاثيرات كثير مفيده. أكيد. تمام. خليني يعني احكي انه هو مزبوط عم يساوي موضوع الجفاف، لكن موضوع الجفاف هو موضوع بسيط وعم نقدر نحن نحله مثل ما حكينا. اول شيء اهم شغله هي شرب الماء يعني بفترات منتظمه من الفطور للسحور. زائد اذا بدي احكي شغله عند الاطفال مشان نركز عليها انه الطفل يعني نحن بنخليه يصوم، يعني اكيد بدنا ننتبه لموضوع العمر، الوزن، صحه الطفل، اذا في عنده سوء تغذيه او شيء. اكيد. هي الموضوع بيخلينا بعدين نحن نحدد نوع الصيام المناسب له. يعني احنا ممكن ما نبلش له صيام كامل، حتى لو كان مثلا بلشنا لنفترض على صيام 3
فترات مثلا او صيام فترتين متقطع. اذا الطفل تماما انه نحن نخلي الطفل يبلش يتعود على الصيام بعدين ننقله بمراحل ثانيه لصيام اليوم الكامل. هيك يعني نوعا ما بنحاول انه نحن نجهزه لانه الطفل ما عنده الاستجابه تبع البالغ نفسه تبع انه انا في وضع مجاعه تمام. يعني نحن وقت بنفوت بموضوع الصيام هيك نحن هو ستريس تماما صحيح. فالطفل البالغ يعني بيتفاعل مع هذا الموضوع بشكل مختلف نوعا ما عن الطفل لانه كونه تطورت هي الاستجابه عنده بشكل افضل، لذلك الطفل بيكون عنده يعني تعرض للجفاف اشد، لذلك موضوع التقطيع بدايه بعدين نحن نحاول نزيد له الفترات شوي شوي بيكون افضل الصراحه. تمام دكتور، شو بتعطينا نصائح خصوصي هلا فتره فحوصات؟ تمام هلا يعني اهم شغله حكيناها الوضعيه الجيده اثناء الدراسه، الاناره الجيده، يكون نحن يعني بدنا ننتبه انه اذا الطفل عم يقرب الشغله كثير من عيونه فبيكون في عندنا مشكله درجات نحن ما منتبهين عليها. تمام. احيانا بيجوا باعمار انه انا ب20 سنه عمره انا بحياتي مو لابس نظاره. طيب انت في عندك درجات وانت بيلزمك نظاره، مو يعني مو انه مثلا لانك 20 سنه مقضي حياتك بدون نظاره انه ما بيلزمك نظاره، لا نحن لازم ننتبه هذا الموضوع. كثير بنريح الطفل اثناء الدراسه لانه اذا كان في هي الدرجات حليناها بنظاره، لانه بالدراسات اثبتوا انه نحن خاصه بالاعمار المبكره الجهد القريب هذا عم يساوي شغلتين، عم يخلي يتطور حسر، عم يخلي جهد على العين بنسميه استرين، يعني عم يكون في الم عيني نوعا ما. صحيح. الطفل ممكن يضوج، يبطل يدرس، يعذب الام الدراسه احيانا. ف موضوع في الفحص المبكر وانه نحن نقدر نوصف له هاي النظاره مبكرا الصراحه كثير بفيد. اكيد. ده زائد القاعده اللي حكيناها انه نحن دائما لازم نريح كل ثلث ساعه لنص ساعه، حوالي دقيقه لخمس دقائق على شيء بعيد. نشكر وجودك معنا دكتور، اهلا وسهلا فيك دكتور محمد سامر نايم اختصاصي بامراض العين وجراحتها. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لجهودكم يعني بنشر الوعي خاصه بهالمواضيع الصغيره، ورمضان كريم. مشاهدينا، تكتر مخاوفنا حول صحة عيون أطفالنا خاصة بشهر رمضان، هون بينصح الأطباء الأطفال اللي بيصوموا بضرورة جعل الاهتمام بالعينين جزء من روتين العناية الصحية العامة مو بس بشهر رمضان، وأكيد بيأثر وضوح الرؤية بنوعية حياتنا كل أيام السنة، بالإضافة لأنه نوعية غذائنا بشهر رمضان كمان له تأثير كبير على صحة العيون. لهيك أولا وآخرا استشارة طبيب لطفلك كتير مهمة، وما ننسى نمط التغذية الصحي مثل الفواكه والخضروات اللي بتساعدنا لنحافظ على صحة عيون أطفالنا. انطرونا بحلقة جديدة ومعلومات مفيدة. دمتم صحة وعافية وصحتك بالدنيا.